القوى التي يمكن أن تقوض الاستقرار ولا تعين على الإصلاحات ما تزال موجودة، وليست كلها من الثورة المضادة المتعارف عليها. هناك بعض النقابات يعني تريد أن تبرز مكانتها على الساحة، أو أن تريد أن تزن في الساحة بلي ذراع السلطة، وهذا في اعتقادي أقوله بكل صراحة وأتمنى أن تنشروه، هذا عمل غير مسؤول. هذا عمل غير مسؤول، أن لا يراعي طرف اجتماعي قوي ظروف البلاد وينطلق يعني في محاولة كسر عظام سلطة طرية العظم. طالت أعمال العنف.